يعني هو كلية التجارة دأبت على التواصل مع المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وهذا اللقاء يعني هو يتحدث عن المسؤولية المجتمعية للبنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة. كم يبلغ حجم المسؤولية المجتمعية في داخل قطاع غزة؟ لأن البنوك يعني أرباحها من العمل المصرفي في قطاع غزة تستحق أن تخدم هذا المجتمع الفلسطيني. كم تخدم قطاع التعليم؟ كم تخدم قطاع الصحة؟ كم تخدم قطاع الموظفين، طلاب الجامعات، المستشفيات؟ كل هذا يعني مجال لدعم الواقع الفلسطيني من خلال أرباح البنوك، لأنه هي يعني البنوك تتنفس من هواء غزة وتتربح من العاملين في من تجار غزة ومن موظفي غزة، وبالتالي أصبح لغزة حق عليها. وهي البنوك بشكل عام يعني على مستوى العالم تساهم مساهمة كبيرة، ونحن ندفع باتجاه أن تزيد من مساهمتها بشكل يعني كبير.